وإلى الشأن الصحي، ودراسة أجريت مؤخرا في مستشفى سوروكا وجدت أنه في الحالات اللي بتزيد فيها درجات الحرارة عن 28 درجة مئوية وما فوق، كان معدل الوفيات المفاجئ بسبب نوبة قلبية في البيوت أعلى. بالسنة الأخيرة مصطفى بنقدر نقول 28 درجة، يعني هني شهر 7-8 في بلادنا اللي وصلت فيها درجات الحرارة لا نحو 40 درجة مئوية. يعني وبهيك رح يحتاج الأشخاص المعرضين للخطر يا عفاف وبشكل خاص كبار السن ومرضى السكري والقلب إنهم ينتبهوا ويتوخوا الحذر. بس لنأخذ الجواب المهني والطبي من الجانب الطبي طبعا معنا الدكتور الياس حلو. دكتور الياس تحياتي، رمضان كريم. سلامات، رمضان كريم ليلك ولجميع المستمعين. إذا بعض المعطيات الواردة في هذا الخبر يعني كانت مقلقة لبعض الناس، خاصة الموجودين في دوائر الخطر واللي بعانوا أيضا من أمراض مزمنة. شو العلاقة بين درجة الحرارة توصل 28 إنه تشكل خطر على حياة الناس؟ طبعا أول إشي ما في داعي للخطر بالنسبة لهذا البحث. البحث هذا إشي اللي إحنا شايفينه نوع من أنواع البحث العابر، البحث اللي بيؤدي للقلق أكثر من الأشياء الطبية الموجودة فيه حسب رأيي. طبعاً واضح للجميع أنه درجات الحرارة المريحة أو درجات الحرارة الصحيحة هي درجات الحرارة اللي إحنا متعودين عليها ومتعودين نعيش فيها، وأنه إحنا بنعرف كمان أنه درجات الحرارة اللي هي عالية جداً أو منخفضة جداً تؤدي للمشاكل الصحية بشكل عام. البحث أجري وفرجانا أنه بالأيام اللي فيها درجة الحرارة فوق 28 كان في معدل لحالات وفيات بخارج المستشفى عن طريق نجمة داود الحمراء كانت أكثر من الأيام اللي كانت أبرد. هذا البحث هو بحث اللي يعني نظرياً ما في أيتها إشي اللي يستند عليه غير إنه شافوا إنه الأرقام بهدول الأيام أعلى من الأرقام بهديك الأيام الباردة، فما كان في إشي اللي هو يعني ميثودولوجي اللي إحنا نقدر نستند لإله. طبعاً كان في بعض التخمينات لأسباب حدوث هاي الأشياء، ومنها كان الحكي انه طبعا احنا نعرف انه تخثر الدم بيجري اكثر ناجع او للاسف بيكون اكثر من الحالات العاديه لما بيكون في درجات حراره مرتفعه. هذا الشيء احنا بنعرفه بالطب ومش جديد. طبعا ممكن نفكر انه بالايام اللي هي احمى ممكن يكون في اكثر تخثر دم. حكوا عن 70% من حالات الموت حدثت بالبيت يعني قبل ما انها توصل للمستشفى، فممكن احنا كاطباء مستشفيات بنشوف اقل هاي الحالات، بس احنا بنعرف انه عدد الانعاش اللي بوصل للمستشفى هو مش اكثر بكثير من 30%، ممكن بايام الحر شوي هذا الاشي كان اكثر. بنعرف احنا كمان شغله انه بايام الحر في نوع من انواع الخربشات بنبضات القلب، وممكن هذا السبب اللي يعني ادى لحدوث هاي الظاهره اللي توجهوا لها بالبحث. وبنعرف احنا كمان انه بايام الحاره في تمدد معين للاوعيه الدمويه، ممكن انه هاي الاشياء اللي ادت. طبعا البحث ما اعطى ضوء على لماذا، انما صحيح. اعطى اكثر المعلومه بشكل وان كانت هيك معلومات بشكل اولي دكتور الياس، بس مهم كثير يمكن عشان الناس تتوخى الحذر وايضا بالمقابل ما تدخل لحاله هلع. يعني حضرتك اختصاصي امراض قلب وايضا امراض باطنيه، ولابد انه بدرجات الحراره القصوى يعني، واحنا بما اننا بالاشهر الحاره نتحدث شوي عن درجات الحراره المرتفعه في بلادنا بالسنوات الاخيره عم توصل لما يقارب ال 40 درجه مئويه، اكيد في توصيات عندكم لفئات معينه لاشخاص معينه، شو هي توصياتكم؟ طبيعي انه الامور عمالها تاخذ حيز ثاني، وانا طبعا كلياتنا عم نشوف كلياتنا عم نشوف انه عم نحكي عن هاي الاشياء بشكل عام، صرنا يعني بطل شيء غريب انه درجه الحراره توصل 44 و42، واحنا حياتنا صارت حياه اللي هي عايشين على مدار كل السنه. يعني كمان بالايام الحاره جدا الاولاد بيروحوا على المدارس والناس بيروحوا على الشغل، وهذا الشيء ممكن يكون له خطوره معينه. ما في عنا أيتها إشي خاص لنزيده بهاي الحالة، ما في داعي للهلع. الواحد لازم يحفظ حاله من ناحية الحر، يحفظ حاله من ناحية إنه يكون مناطق اللي هي مدرية في الظل مش مناطق اللي معرضة للشمس المباشرة، يهتم إنه يشرب السوائل بالذات المي بكمية كافية بأيام الحر، لأنه بأيام الحر إحنا بنفقد عن طريق التعرق وبنفقد عن طريق النفس كمية مي أكبر من اللي بنفقدها بالأيام العادية. المشاكل الصحية الموجودة يعني هي مشاكل اللي احنا بنعرف انه لازم نعالجها كل ايام السنة، انه الواحد ياخذ ادويته بشكل منتظم كل ايام السنة، راجع عند الاطباء، الامتناع عن التدخين. وممكن انه بنشوف طبعا انه اليوم احنا بشهر رمضان المبارك،
هاي إمكانية إنه الواحد يرتب حياته، ينظم حياته، الأشخاص اللي بدخنوا يقلعوا عن هاي العادة، عادة التدخين. طبعاً اليوم بدون التدخين بحصل بآخر شهر خمسي، وبتأمل إنه لحديت آخر شهر خمسي كل الناس اللي عندهم إرادة إنهم يكفوا عن التدخين يعملوا هذا الإشي بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وبتأمل إنه نقدر نتعامل بشكل جيد مع موجة الحر اللي جاي علينا، وموجة الأعياد اللي جاي علينا من ناحية الأكل، من ناحية نظام الأكل، من ناحية العادات تبعت التدخين والأراجيل اللي عمالنا نشوفها، وبتأمل إنه يمرق فترة صحية آمنة علينا ونطلع من الكورونا كمان وإحنا بصحتنا العافية العادية بدون علاقة بالكورونا بشكل ممتاز. يعني أنت إجابتك دكتور إلياس كانت على سؤالي من خلال ما علقته الآن، لكن أود أن هيك نتوجه للمشاهدين بالذات في رمضان، بقي أسبوعين تقريبا على أيام الشهر الكريم، ويمكن نظامنا الغذائي قديش كمان مدى انتباهنا لصحتنا بما يتعلق خلال السهرات أو تناول الحلويات هو أمر بيستوجب منا نسلط الضوء عليه ونعطي نصيحة للناس كيف يوازنوا على الأقل فيما تبقى منه. طبعا شهر رمضان الفضيل هو شهر كتير مهم، بس بلا شك أنه بيكون تحدي وعائق كتير كبير من الناحية الصحية. هنالك الكثير من الأشخاص اللي الصيام هو مش إشي اللي هوين لجسمهن، بالذات بفترة الحر اللي إحنا عمالنا نحكي كمان فيها. في ناس اللي إحنا كأطباء مرات بنفضل إنه يمتنعوا عن الصيام أو يصوموا ما نسميه من ناحية طبية صيام خفيف، يعني يا أخي صوم بس اشرب كوباية مي الظهر وكوباية مي العصر قبل الإفطار عشان الجسم يضلوا بالتوازن الصحي المطلوب. مهم جداً الناس تواظب على تناول الأدوية، بالذات أدوية الضغط، أدوية السكر، أدوية الدهنيات بفترة الصيام بالوقت الصحيح، لأنه الدواء بيعمل فعاليات مختلفة خلال النهار، ولازم نعرف وين تناخد الدواء. في أدوية اللي المفروض تتوجه ل، يعني أدوية الصبح ممكن المفروض تروح لوقت الإفطار مش لوقت السحور. هاي الأشياء كثير مهمة، والمفضل إنه الشخص يتعالج، يعني يستشير الطبيب. وكثير مرات بنسأل وبنعطي الجواب بس بكونش مقبول على الأشخاص من ناحية دينية، وبنقول لهم يا جماعة تصوموش هاي السنة، صوموا السنة الجاي شهرين، لأنه مرات الواحد صحته بتحتم عليه مرات إنه يمتنع عن الصيام. فأنا ما بدعو إنه الناس تمتنع عن الصيام، بالعكس الفترة هاي هي فترة رائعة ونشوف الناس كيف عايشة حياتها الحلوة، بس إحنا كمان مهم إلنا إنه نعيش بفترة صحية كل السنة. صحيح. فمهم جدا إنه الواحد يعني يعمل حساباته ويأخذ توازن بين نصيحة الطبيب للنصيحة الدينية. مهم جدا التوجه لاستشارة الطبيب، يعني بالذات في أشخاص عن جد اللي بيعانوا من أمراض كم مزمنة وما إلى ذلك. بجملة أخيرة دكتور الياس بإذنك، بما أنه حكينا عن فقدان السوائل، عن درجات الحرارة أيضا، يعني نتطرق سريعا لموضوع الأطفال. يمكن الأطفال بفئات عمرية معينة مرات بنسوا، مرات ما بصرحوا بشعورا بالعطش، هذا الشيء ممكن عن جد يشكل خطورة كمان على صحتهم، هيك واجب الأهل يكونوا دائما متابعين معاهن هاي الأمور. شو بتحب توجه رسالة كمان على هذا الموضوع لحتى ما تلحق الضرر درجات الحرارة المرتفعة بشريحة الأطفال؟ طبعا الأطفال هن أحلى إشي الواحد يشوف أطفال قاعدين يلعبوا بالساحة، وأحلى إشي يشوف أطفال مبسوطين، بس بلا شك إنه لما الأطفال بيلعبوا برا بفترة الحم، والأطفال مش راح يكونوا عارفين لحالهم إنه أجا وقت الاستراحة وأجا وقت كوباية المي أو أجا وقت يشربوا من أنينة المي اللي ماخدينها معهن. فبدورنا إحنا كأهل إنه نهتم إنه نوفر لهم أنينة المي اللي تكون معهن خلال النهار، والأستاذ أو اللي بعطيهن اللي براقبهن يشجعهن بشكل لعبي أو بشكل إنه أجا وقت الاستراحة يا أولاد يلا كل واحد يشرب مي، لأنه هاي الأشياء فعلا كتير مهمة، مهم جدا بفترة الحم، ومهم جدا إنها تكون عادي عند الأطفال وهن يلعبوا وهن يكثروا من شرب المياه بالذات بالأيام الحارة. بنتأمل فعلا أن كل هاي الرسائل والتوصيات توصل للجميع. دكتور الياس جورج حلو، اختصاصي أمراض القلب وأمراض باطنية، شكرا لك ولمداخلتك معنا. يعطيك العافية. إلكم رمضان كريم.